اوكي، ميرسي بكو بالفرنسي. ذكرنا بالمحاضرة السابقة انه ذكرنا في المحاضرة السابقة انه كرايتيريون اي بتضمن انه احنا we have to find two or more of the following almost all day most days خلال فترة زمن من الشهر، يعني الفترة الزمنية اللي تكون موجودة فيها الأعراض هي one month. وذكرنا انه من هاي التو ميجر سيمبتومز ذات هاز تو بي فاوند هي واحد او اثنين او ثلاثه، وعلى الترتيب كانوا واحد اثنين ثلاثه هم delusions, hallucination and disorganized speech. أربعة وخمسة disorganized behaviors و negative symptoms اللي هي فيما بعد رح نفصل فيها أكثر، هذولا مش ال core requirements. لكن ذكرنا برضو إنه ممكن شخص يكون عنده disorganized behavior و disorganized speech وتنطبق عليه criterion A، بمعنى إنه ما حدا يربط ال schizophrenia ب delusions و hallucination. It's not a must، لأن delusion hallucination و disorganized speech هي ثلاثة أحدها كافي to meet criterion A. نبدأ بال delusions. Delusions تعرف على أساس إنها fixed false belief. Fixed false belief. و fixed false belief means إن the person has a belief that cannot be changed and will never be changed no matter what you did. Which means also إن لما نقول fixed which means إن you have no way to convince that person that this kind of delusion which is a belief will be changed. يعني أنت بدك تريح راسك من الموضوع وتحكي إنه طالما إنه fixed false belief لا أستطيع أن أحاججه. عشان هيك لما نيجي قدام شوية وعلى الأغلب الأسبوع القادم ونحكي عن المانجمنت اوف سكيزوفرينيا بنيجي بنحكي انه يو شود نوت ارجيو ديليوجن، يو شود نوت ارجيو ديليوجن. هناك انواع كثيره من الديليوجنز، ماشي، رح نمشي على اشهرها، يعني بمعنى انه رح نحكي مين اشهر انواع الديليوجنز الموجوده اللي مفروض منا انه احنا نكون عارفينهم. طبعا كل ما الشخص يعني بشكل او باخر كان عنده قدرة أكبر بين السلايد قدام، نقول إنه بتحرك معي أنا بسهولة، بعرفش عن كنتو. واضحة السلايد قدامكم؟ دكتور واضحة. أول نوع persecutory. الآن لأن المحاضرة أونلاين فبالتالي شوي بدي أنا أحكي، ماشي، وبالتالي إذا في أي استفسار أو أي سؤال أنا بوقف لأنه أنا عارض full screen. Persecutory means إنه this person feels persecuted. Persecution يعني اضطهاد. Persecution تضمن معنيين. الأول there is a problem which is what we called اللي هي بشكل عام إنه this person has a problem in his belief. وهذا النوع من المشاكل means إنه this person feels that other people wants to harm him. يعني لما احكي persecution اضطهاد قد يكون امر طبيعي انه شخص ما يتعرض لاضطهاد، لكن متى بصير delusion؟ لما يكون هذا الاضطهاد مفسر بطريقه غير منطقيه، غير منطقيه. يعني لما احد يقول لك والله انا الولايات المتحده الامريكيه مشغله السي اي اي عشان ايش تتجسس علي، لان اوكي قد يكون امر صحيح. طب ليش بيتجسسوا عليك؟ هذا السؤال ممكن يكون موجود في بالنا. طبعا احنا طبعا ما بنسأل المريض ليش، بنقول له بشكل او باخر انه طب من وين جاك هذا الشعور؟ والله لانه انا عبقري واستطيع اني افك انا الشفره واحل المعادله النسبيه تبع اينشتاين وعندي قدرات هائله. لو نظرنا لواقعه بنجد انه انسان عادي، فهو يعتقد انه عنده قدرات خرافيه. لذلك البيرسيكيوتوري ديليوجن مرتبط احيانا بشيء اسمه جرانديوز ديليوجن، رح نيجي عليه فيما بعد. اذا البيرسيكيوتوري ديليوجن the person believes that he or she is being tormented, followed, tricked, spied on, or بمعنى هذا الشخص ممكن بكل بساطه يقول لك انا الناس هاي بتكرهني لاني عبقري. اذا لازم يكون في تفسير للكره الموجود او للتجسس او الى اخره. Referential delusion.
The person believes certain gestures, حركات الجسم والإيدين والعينين إلى آخره. Comments, الكلام المحكي. Passages from a book, قطعة كتاب, مقولة معينة. Newspaper, songs or other environmental cues are specially directed towards him. يعني شخص قاعد بتفرج على التلفزيون وحكى المذيع أن هناك أشخاص على هذه الأرض بيستحقوا أنهم يفرموا. على طول بفكر حكى عليه. ليش؟ بقول لك هذا المذيع بيحكي عني. ليش؟ لأنه جاء بإيماءة معينة هو فسرها عن مزاجه أنه هذا تعتبر إيش؟ تعتبر نوع من المسج إله. ليش فسرها إله؟ لأنه أساساً عنده ديليوجن، عنده هذا النوع من البليف اللي بيفسر الأمور على مزاجه. ممكن إشارتين، يعني شخصين بيتحدثوا مع بعض، يتهامسوا مع بعض، يقول لك هذول بتآمروا علي، شفت حركاتهم كيف، شفت همساتهم كيف، شفت نظراتهم إلي كيف، شو كيف بتحركوا إلى آخره. طبعا هذا بيذكرنا بأشياء كثيرة جدا بتحدث في عالمنا بشكل عام، إنه الشخص قد يكون مرتاب. المرتاب غير عن الريفرنشال، البارانويد غير عن الريفرنشال. الريفرنشال بيدور على أشياء معينة محددة، بيقول إنه هاي الأشياء مقصود فيها أنا بالذات. Thought broadcasting, which means إنه this person believes that his thoughts are being broadcasted, تنتشر. بكل بساطة مين بيقول لك أنا كل شيء بفكره بفكر فيه كل الناس بتعرف عنه، أي شيء بخطر ببالي كل الناس بتعرف عنه، وكأنه يعني أي فكرة موجودة في دماغه تتطاير broadcasted، يعني تنتشر زي الإذاعة تصل لكل الناس كأنها أمواج كهرومغناطيسية تنتشر في كل بقاع الأرض. الآن thought withdrawal, a person believes that his or her thoughts have been taken away. بقول لك أنا المرأة أبوي بتسحب أفكاري، بتسرب كل أفكاري، بتخليني إني أنا كل ما تكون في فكرة براسي بتأخذها مني، عشان هيك أنا ما بعرف أفكر. طيب ممكن يكون أي مقولة أخرى كمان، عشان هيك في بين قوسين كلمة stolen. ماشي. A person believes that his or her thoughts have been taken away by some outside force. بقول لك في كائنات فضائية بتنزل كل يوم تسحب كل أفكاري وأنا نايم وبتطلع، بصحى الصبحيات أنا بدون أفكار. هذا ممكن تسمعها من المريض برضه. Thought insertion. Alien thoughts have been put into his or her mind. Thoughts are implanted in his mind from outside source. يعني وكان بقول لك إن الأفكار اللي أنا بفكر فيها، تسأل بتقول له أنت عمرك فكرت بانتحار؟ بقول لك نعم. بتقول له طيب شو اللي بخليك تفكر بانتحار؟ بقول لك مش أنا، هذول الكائنات الفضائية تنزل بالليل تحط براسي فكرة يا أيمن انتحر، المخابرات بتخليني أفكر إني انتحر، المسرمين بخليني أفكر إني انتحر، مرت أبوي عاملة علي عمل وبتخليني أفكر إني انتحر، بس هالصبحيات أبى أكون قاعد تجيني فكرة يا أيمن انتحر، يا أيمن احرق حالك. That's what the patient actually saying. Delusion of being controlled. The person's body or actions are being acted upon. بناء على or manipulated, fabricated يعني متحايل عليها by some outside force. أي إنه أفكارك الموجودة بفكر فيها لأنه في جهة معينة أو شخص معين أو ناس معينين ثابتين بيسيطروا على طريقة تفكيره. يعني أحد المرضى بتذكرها بشكل مضبوط في المركز الوطني للصحة النفسية في أحد المقابلات مع في الانترفيو تبعه، شو بحكي؟ بقول إنه أنا مش أنا، يعني طبعا كان هو كان ضارب زميل له مريض، يا فلان شو اللي عمل لك يا فلان حتى تضربه؟ بقول لك أنا ما ضربته، أنا جتني الفكرة من فلان من الناس، طبعا حاطط اسم شخص معين هو كنترولينج هيم، إنه يقوم أضرب فلان فقوم ضربته، بس أنا ما ضربته، هاي فكرة هو حط لي إياها، أنا ما بدي أضربه، بالعكس أنا بحبه فلان، بس أنا تجيني أفكار إنه أضربه فلان، اعمل كذا، احرق كذا. فكل أفكار تجي بسبب إنه في شخص ما أو حدا معين ثابت أو جهة معينة ثابتة هي اللي بتقوم على إنها تجبر يفكر بهذه الطريقة، عشان هيك بنسميها being controlled. هسا thought insertion فكرة تدخل بالرأس لأن مش موجودة أساساً. being controlled إنه أنا بقدرش أتصرف بحالي، بقدرش أسيطر على حالي، كل الأفكار والأشياء اللي تجيني بتكون عبارة عن سلسلة مبعوثة من فلام الناس أو جهة معينة من الناس. الروتينومانكس هاي بنشوفها كثيرة من الأفلام، بسوها عليها كثير مسلسلات وأفلام.
With this type of delusion, the individual believes that someone, وعادة هذا someone بيكون of high status. High status means شخص مهم جدا في المجتمع. ممثل, ممثلة, لاعب رياضي مشهور, ميسي, رونالدو, مغني, مغنية, أمير, ملك, إلى آخره. Is in love with him or her. بحبه. وكأنه بيعتقد أن هذا الشخص بيعمل كل اللي بيعمله because he loves him. يعني عنده delusion أنه هذا الشخص لبس هاي البدلة بهاي الطريقة because بيعرف أني أنا بحب هاي النوع من البدلات. عمل هاي الحركة عشان يوديني ساين أنه شايف, أنا شايفك وبعت لك إياها. عمل إشارة الهارت هاي اللي بيعملوها دائما الناس, بقول لك هاي الهارت إلي. هسا بتختلف عن الريفرنس. ليش؟ لأنه هون في أشياء محددة لشخص واحد. بالريفرنشال ديليوجن أي شخص بيعمل هاي الساين, لكن في روتورومانكس بيكون الشخص هذا محدد. هذول طبعا بالافلام بيسموهم ذا ستوكرز. اللي حضر فيلم ذا ستوكر, في فيلم امريكي اسمه ذا ستوكر المتعقب, وفي فيلم فان اللي هو تبع روبرت دينيرو. هذول الفيلمين بيعطوا يعني واقع لمريض يعاني من ايروتونومانكس, شخص يعتقد انه شخص انهمامه. طبعا اذا انتم بتحضروا برضه مسلسل العيال كبرت, بتشوفوا يونس شلبي وهو يعتقد انه سعاد حسني بتحبه كشخص عادي, فبالتالي يعتقد أنه حركاتها وأفعالها وكلماتها وهمزاتها ولمزاتها هي رسائل إله هو, وبالتالي يعتقد أنه ما يعتقد هو حقيقة واقعة وأنه أمر طبيعي. Grandiose, inflated self-esteem. هيك يعني كلمة grandiose, شو اللي هو أنتم تسموه جنون العظمة. Inflated self-esteem. self-esteem مكون من أربع مراحل. Normal وهو اللي بدنا إياه. Low وهو اللي بنخاف منه في المرحلة الأدنى. الأعلى من النورمال سيلف استيم هو هاي سيلف استيم, برضو كمان هذا بنرغب فيه ولكن بطريقة هيلثي. لذلك النورمال بنسميه احنا هيلثي سيلف استيم, ولما يكون الشخص إشي أب نورمال بنسميه لو سيلف استيم. والهاي سيلف استيم يعتبر ضمن إيش؟ الهيلثي سيلف استيم بشروط. لكن الأب نورمال الآخر اللي بقابل اللو سيلف استيم هو إيش اسمه؟ انفليتد سيلف استيم. Individuals with grandiose delusion have irrational ideas regarding their own worth, talents, knowledge, and power. عندهم شعور أن قدراتهم أعلى بكثير من الطبيعي. يقول لك أنا بستطيع أن أمشي على الماء. أنا جبريل بنزل بحكي معاي كل ليلة. أنا بستطيع أن أحكي مع الأموات. أوكي؟ هذا طبعاً كلها قدرات. طبعاً high self-esteem هو الشخص اللي يدعي أنه عنده قدرات عالية لكنها مقبولة للمجتمع. يعني مثلا واحد بيقول لك انا مستطيع اني اخلي احافظ على معدلي انه يضل 4 لاخر ايش لاخر التخرج, يعني اتخرج بمعدل 4 مسكر زي ما هو كل ماده اجيب فيها ايه بغض النظر. هذا عنده هاش الفستيم لانه ممكن تصير. لكن شخص يقول لنا انا مستطيع ان اقرا 10 كتب, كل كتاب مكون 1000 صفحه في 3 ثواني, هذا بنقول انفليتد سيلف استيم. شخص يقول لك بقدر امشي على المي, انفليتد سيلف استيم. شخص بيقول لك اني بحكي مع الملائكه, inflated self esteem, وهكذا. سوماتيك, سوما يعني جسم, وبالتالي سوماتيك يعني بادلي, يعني شيء بيتعلق بالجسم وغالبا يتعلق بالفانكشنز او فيسيولوجي اوف ذا بودي. Individuals with somatic delusion believes that they have some physical defect, disorder or disease. يعني المريض نفسه هذا شو بقول لك؟ بقول لك انا عندي سرطان. الان there is no evidence ان هذا الشخص عنده سرطان in any way, but he believes that. وبالتالي اعتقاده سيبقى قائم حتى لو جبت له كل أدلة الأرض. لو بتشقفه يعني بتنفله زي اللعبة الليجو وبترجع مرة ثانية عشان يصدق, ما راح يصدقك. لذلك systematic delusion قلنا fixed false belief. وبالتالي this person believes that he has specific kind of disease. لأنه ممكن ما يكون disease, يكون physical defect. أوكي؟ فممكن يقول لك إنه إيدي هاي اليمين مش إلي, هاي مركبة يعني من شيء آخر بس مبينة كأنها إيدي بس هي مش إيدي, ركبوا لي إياها. لأنه ممكن فيما بعد واحد يجي يقول لك بقفز أنا على ميكست, إنه يكون في عنده أكثر من نوع من الديليجن مع بعض. فهو نفس الوقت اللي عنده آدي أف ريفرنس أو عنده إنسيرشن وعنده بينج كنترولد بيكون كمان عنده سيماريك. فبقول لك هاي الإيدي اليمين مش إيدي, مركبة على جسم مبينة كأنها إلي بس هي فعليا مش إلي, ها جابوا لي إياها سكان كوكب المريخ وأنا نايم ركبوا ليها, أخذوا إيدي الحقيقية وحطوا لي هاي الإيد بس سبحان الله كأنها إيدي.
ما بنطلع من هذا الكورس اللي احنا عندنا ايدين واجرين مش إلنا. طيب بحكي مع حالي انه ولد صحيح انتو ما كده ما كده مش حدا يكون حاطط طالع في السيارة وشغل التليفون وقاعد بسمع لراغب علامة جيلسي ديليوجن جيلسي ديليوجن جيلسي طبعا كل هاي الاشياء قد تكون حقيقية ولكن متى بتعتبرها ديليوجن بشروط معينة جيلسي غيرة لكن the content of jealous delusion centered on the idea that the person's sexual partner is unfaithful. يعني الشخص هذا الشريك الزوجة في العادة بتكون أو الزوج ماشي هو شخص غير وفي. الآن طيب ممكن يكون الشخص هذا فعلا غير وفي صح واقع لكن بناء على إيش نعتبر إنه هي delusion؟ بناء على التسلسل المنطقي للحدث. أعطيكم مثال بسيط برضه لمريض وهي قصة حقيقية لأحد المرضى الموجودين في المركز الوطني للصحة النفسية. لما كان عنده جيلس ديليوجن شو بقول؟ بقول أنا داخل المستشفى هنا أبوي ومرتي دخلوني المستشفى لأنهم على علاقة ببعض فخلوا الناس يفكروا أن أنا مريض فدخلوني المستشفى وأقنعوا الناس أن أنا مريض. طب ليش لا تقبل أمك وأبوك على أن أمك أنه أبوك ومرتك على علاقة؟ بقول لك لما أبوي كان يزورنا وكانت مرتي تعمل شاي كانت تقدم له الشاي قبلي نقطة انتهى الحدث. الآن اعتبر أنه تقديم الشاي لأبوه من قبل مرته قبلي إشارة على أنه في خيانة جنسية وعلاقة جنسية ما بين مرته وأبوه عشان هيك بنسميها ديليوجن. لو كانت تسلسل منطقي والحدث منطقي ومقبول عقلانيا نعتبره جلسي غيرة ومنطقية unfaithful experience ولكن اعتبرناها ديليوجن لانه الحدث بحد ذاته. واكيد وانا بحكي بالقصه البعض كون فتح عينيه زياده على اللزوم بقول لك وين الموضوع؟ الموضوع انه يس هو اعتبر انه تقديم الشاي لابوه اشاره على علاقه جنسيه بين مرته وابوه لذلك اعتبرت جيلوسي ديليوجن. هذا مريض حقيقي مش من اختراع خيالي. نيهلستيك مينز انه العدميه هذا يسموها باللغه العربيه العدميه اللا وجود يعني The individual has a false idea that the self, كله, a part of the self, or جزء منه, or others, الآخرين, or the world, is non-existent. طبعاً هذا الحكي مبني على مدارس فكرية. ترى يعني بيجي جننكم بزيادة وتنخبط أفكار في بعض. هناك مدارس فكرية موجودة على قيد الآن حالياً بتقول إنه الكائنات البشرية الموجودة حالياً ليست كائنات بشرية من خلق الله. هذول عبارة عن جيل متطور مبني على رسائل مبعوثة عبر زمن طويل. فأنت بتشوف الإنسان موجود وفعليا مش موجود. هو هذا انبعاث كهرومغناطيسي لكائن كان موجود هنا قبل آلاف السنين. يعني بكل بساطة زي اللي بيجي بيقول لك تعرفوا الحقيقة أنه مش في نجم بالسماء. هذا النجم بالسماء قد يكون فعليا اختفى قبل 20,000 سنة بس ضوءه الآن وصلنا لكن فعليا اختفى. هاي حقيقة علمية لأنه ما بنعرف كم من 1000 سنة ضوئية بعيد عننا توصلنا في ذيك الزمن اختفى. وفي ناس تتبنى هاي الفكرة على الناس. هذول عندهم نيهلستيك ديليوجن جزء من جسمه مش موجود. بقول لك أنا ما عندي دماغ. بتقول له طب أنت بتحكي وبتسويها بلشت تخربط مع المريض. ليش؟ لأنه you cannot argue delusion. تقول له والله نفتح لك راسك ونطلع لك دماغك ونصورك useless لن تستفيد شيء. سأعتقد أنه ما عنده دماغ او ما عنديش ايد ما عنديش معده هاي مش عيني وهكذا. وميكس طبعا زي ما حكيت انا خليل. طيب اي سؤال على انواع الديليوجن؟ طبعا في انواع اخرى بس هاي الاشهر والاعرف بيناتهم. سؤال ماكو سؤال؟ هلو دكتور. دكتور في اللي كانت تحت الكنترول مش عارفه كانت قبل كم من سلايد ما فهمت كثير مالها. طيب شو ما فهمتيش فيها؟ اخاف انك لا ما فهمتش مالها بين كنترول مش كثير فهمتها يعني انه الكنترول بين كنترول سمبلي انه الشخص يشعر وكانه الافكار وطريقه التفكير الموجودة عنده هي أساساً ليست من أو تحت إرادته. هي تحرك وكأنها بالريموت كنترول باي أذرز.
فبالتالي يشعر أن كل أفكاره مسيطر عليها من قبل أطراف أخرى. فحركات أفعال جسمه وأي شيء بيسويه يعزيه تماماً إلى أنه أفكاره وعقله تحت سيطرة جهة معينة أو شخص معين هو بيسيطر على هاي الأشياء. لذلك لما حكينا في المثال أنه ضرب زميله، ليش ضربته؟ بقول لك أنا ما ضربته، أنا مسيطر علي وأنا أفكارها أنه أضرب فلان، هذا بسبب أنه أنا أفكاري مسيطر عليها من قبل فلان من الناس. وصلت؟ وصلت. الآن نروح على الساين نمبر 2 من الخمسة، هالوسينيشن. هلا السوماتيك لما احنا حكينا انه له علاقه بجسمه، طب هي انت حكيت انه ديفكت او ديس فانكشن، طب ممكن تكون اوفر فانكشن؟ يعني مثلا يجي مريض يحكي لي انه عنده قلبين او ثلاث كلاوي بهيك. طيب بيقدر يحكي شو المشكله؟ يعني ممكن تكون، لا يعني بس انه عنده تكون اوفر فانكشن. لا، اي واحده فيهم سوماتيك ولا نيهلستيك؟ النهاليستيك ما عنده. السوماتيك have some physical defect, disorder or disease. فإذا كان عنده قلبين أو عنده ثلاثة أو عنده ثلاث رئتين أو رئة ناقصة أو كذا، فما بين سوماتيك إنها تكون defect وما بين نهاليستيك إنها مش موجودة. يعني تعتبرها سنتين؟ لا طبعا، طالما يتحدث عن شيء موجود فهي سوماتيك. لو كانت مش موجودة بصير نيهلستيك. إذا طالما تحدث إنه هذا الجزء موجود حتى لو كان في ديفكت، يعني وجود 3 hearts that's a defect, nobody has 3 hearts, إذا هذا يعتبر سوماتيك ديليوجن. لما يقول لك أنا بمشي على 6 أرجل، أنت شايف ثنتين بس في أنت أربعة أنت مش شايفهم أنا بعرفهم، هذا سوماتيك ديليوجن وقد يكون مرتبط بهالسونيشن. شفت كيف وين القصة قد تكون معقدة مركبة؟ لذلك statement واحد قد يحمل أكثر من إشارة. أنا بمشي على 6 إجرين، أنت شايف منهم ثنتين وأربعة أنت ما بتقدر تشوفهم، لأن هذول تركبوا بطريقة فنية معينة، ركبوا لي إياهم ناس تعرفش منهم عندهم قدرات خيالية ما بتمكن العين البشرية تشوفهم، لكني أنا ماشي عليهم. هذا سوماتيك. هذا سوماتيك. Yes, of course. طيب نروح على الهالوسينيشن. اوكي في حدا ولا اوكي هالوسينيشن دكتور بس عادي تعيد البريسكوتري دليوجن اول وحده. لا عيدي لي اياها صح، ما اقرايها صح. بيرسيكوتري كمان مره اول وحده بيرسيكوتري. بيرسيكوتري مش فاهمه يعني كيف يعني؟ شنو اضطهاد؟ أي شيء يشعر إنسان إنه مظلوم لأجله يعتبر اضطهاد، وهو أمر واقعي وحقيقة. لكن بصير ديليوجن لما يكون هذا الاضطهاد غير منطقي. بمعنى تيجي يقول لك مثلاً شخص ما بيقول لك أنا مرت أبوي بدها تسممني. طب ليه؟ لأني أنا عبقري جداً 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 وممكن أكون تهديد إلها بسبب عبقريتي الشديدة جدا. الآن طب في إيفيدنس إنه هو عبقري جدا جدا جدا؟ لا. أو أعطيك مثال بسيط، لكان مريض في الزمانات، جزء مريض هسه توفى في جزء عام 96 أو 97، كان عسكري وكان مخلص من الجيش ومحاول طبعا رمجينه لأنه عنده مشاكل نفسية. شو كان بيحكي؟ بيقول رمجوني من الجيش لأنه أنا عندي عقلية عسكرية قوية جدا وعندي مهارات قتالية عالية وأنا حتى أقوى من فان دام وآرنولد شوارزنيجر وهذول الأبطال تعون شو. تطلع عليه there is no evidence إنه له عبقري ولا إشي، يا دوب مخلص مدرسة، يا دوب معدلاته كانت تجيبه دفش تنجح. يعني الهيستوري تبعه بحكي لنا إنه اللي بحكيه مش صحيح، جسمه صغير ونحيل وضعيف جدا، قدراته الآي كيو تبعته ضعيفة، فمن وين اجته هاي القدرات؟ It's only a belief. فهو يعتقد انه تم ترميجه من الجيش لانه هو ايش؟ ممكن يكون نابليون بونابرت، بس فعليا he is not based on the evidence. يعني بس يجيني طالب فيكو يقول لي انا مستحيل ما اكونش جايب الميد تيرم فول مارك، بقول له اوكي
لحد هذه اللحظة أنت مضطهد بالنسبة إليك، أنت تشعر بالاضطهاد. لكن لما أجي أطلع عليه ألاقيه إنه أقول له شو اسم المادة بتدرسها أنت؟ ما يعرفش يحكي اسم المادة. أقول له عدد لي 3 أنواع من الديليوجنز، ما يعرفش يعدهم. لما أقول له طيب شو الفرق بين سايكاتري والمنتل هيلث؟ يجمد ويصير زي الصنم. إذا ما عندوش إيفيدنس، إذا البرسكيوشن تبعه ديليوجنال. كيف لو أسقطناها عليكم؟ عشان تيجي تحاجج بالعلامة تكون قوي. وصلت؟ تمام دكتور. طيب على بركة الله نروح على هالسينيشن. شكلنا مش راح نخلص اللي لازم نخلصه اليوم، لأن الموضوع ممتع شوي. الهالسينيشن زي ما قلت أنا بكل بساطة distortion of perception. البرسبشن يعني أي شيء من الحواس الخمسة الرئيسية. الحواس الخمسة الرئيسية، ما حد يفتح لك قصة الحدس ويقول لي الحدس والحاسة السادسة والحاسة السابعة والتاسعة، هاي سواليف طرمة يعني بالعلوم بشكل عام ليست لها وجود. مش واحد يجي يدعي يقول أنا عندي حدس، ما فيش اسمه حدس. عشان تكونوا عارفين الانتويشن اللي هو ما يسمى بالحدس، هذا صفة موجودة في البشر اللي بيكون عندهم high level of logical and reasonable way of thinking. الناس بتفكر بطريقة منطقية وعقلانية إلى أعلى مستوى، فتربط الأحداث and has to be evidence based. أما والله أنا عندي حدس بدون evidence فأنت بتهلوس، عشان بسميها hallucination. إذن hallucination distortion of the perception. والhallucination إله خمس أنواع رئيسية. auditory it's about false perception of sounds. visual false visual perception يرى أشياء غير موجودة. إذن زي ما حكيت في أول محاضرة قد يكون ما يرى المريض يراه، يعني بمعنى آخر المريض بيشوف، ممكن يقول لك أنا شايف جنية. الآن أنا مش شايف الجنية، الآن هل فعليا هو شايف الجنية؟ ما بعرف. إذن أنا بعتبر إنه رؤيته للجنية نوع من مرضه وجزء من visual hallucination، لأنه كلياتنا الآخرين غيره مش شايفينها. وأوديتوري نفس الشيء، بقول لك أنا سامع حدا بينادي علي بيقول لي يا أيمن وينك؟ لقد أوتيت الرسالة، أنا جبريل، يلا جهز حالك لمعركة القدس وفتح فلسطين. هل حد سامع غيري؟ لا، إذا ما حدش سامع غيري إذا أنا عندي أوديتوري hallucination. جستاتوري it's about عكسوهن هذول الجستاتوري والتاكتايل. جستاتوري is about taste. 3 و4 معكوسات، أوكي؟ جستاتوري is about taste. يعني it's about false perception of taste. تعطيه إشي حلو بقول لك هذا مالح مباشرة، تعطيه سكر، تعطيه معلقة عسل بقول لك مر. التاكتايل is about touching. Often or sometimes on under the skin. بقول لك حاسس في إشي بيمشي تحت جسم، تحت جلدي، زي عناكب، زي إشي بنمو، حاسس كأنه في كهرباء زيادة، في انبعاث حراري في جسمي. هذا كله تاكتايل، له علاقة باللمس والجسم. Olfactory بالشم، بدون أي مسبب. بقول لك كون قاعد بقول لك أنا شامم ريحة سيانايد. حد بيعرف ريحة السيانات كيف شكلها؟ يلا عشان أعطيه علامتين. ها؟ بدنا نعطيكم علامتين للي بيعرف كيف شكل ريحة السيانات. ريحة سيانات. تعرف السيانات شو هو؟ مين بيجي جاوب يحكي لنا شو ريحة السيانات؟ نفس التسمم بأول أكسيد الكربون ولا لا؟ سيانايد اسمه غاز السيانايد اللي بيسووه في الحرب الكيماوية، لما يهاجموا مدينة ويضربوها حرب كيماوية يقول لك هاي حرب كيماوية. زي ريحة اللوز. زي ريحة ايش؟ اللوز. لا طيب هو أنا بس يعني سؤال هيك عشان نصحصحكم ونشوف انه في 10 غايبين او في 7 غايبين. السيانايد عشان لما تسمعوا بالأخبار أي معلومة غلط تصححوها، لا لون ريحة هو لا لون ولا رائحة له، ما بتقدر تعرف أساساً إذا كان أنت شميت ساينايد ولا لا، فلوش ريحة نهائياً. طيب إذا عندنا 5 أنواع من هالسينيشن، أخطرها على الإطلاق والوحيد المسموح لك إنك أنت تسأل عنها وعن تفاصيلها هي الأوديتوري. مين بحكينا ليش الأوديتوري ممكن نسأل عن الكونتنت تبعها؟
دكتور، لأنه ممكن دكتوري مثلاً يكون في أوردر يعني مؤذي بالنسبة له أو غيره. اوكي، شو بنسميها بالانجليزين عشان برضه نتعلم نحكي بالعربي كله دائما؟ بدي اياك ستيتمنت، عشان لما تيجي في امتحان الستيتمنت هذا تكونوا حافظينه وعارفين انه هذا الستيتمنت يعني هيك. يا سلام اللي كانت تحكي. ايش الستيتمنت اللي انت حكيتيه؟ احكيه بالانجليزي اشوف. في سم اوردر تنعطل البيشنت لصاحب يعني اللي عنده الهلوسينيشن. هاي ترجمه جوجل، هاي ترجمة جوجل. تعلم تحكي ساينتفك لانجوج. الفرق بين الساينتفك لانجوج والجوجل ترانسليت انه جوجل بترجم الامور حرفيا. مين بيعرف كمان؟ ساعد سلام. سلام ولا سلام اسمك انت؟ سلام. سلام، مين بيساعد سلام؟ ليش الاوديتوري هالوسينيشن بالذات الوحيد بنسال عن الكونتنت تبعه؟ واي نفس كلام كلام سلام. كلام سلام سليم 100%، بس بدنا اياه بالساينتفك لانجوج. دكتور it can lead to suicide. ما هو it can lead to suicide وزي ما حكيت سلام، بس شو الستيتمنت اللي دائما بنستخدمه لما نيجي نفسر فيه؟ بنقول because we are afraid انه يكون في شيء اسمه command of harm. Command of harm. Command of harm means إنه هذا الشخص ممكن يجي order to harm somebody. إما himself or somebody next to him، صديقه، زميله، أمه، أبوه، جيرانه، أو the healthcare professionals themselves. عشان هيك إحنا الإشي الوحيد إذا قال أنا بسمع أصوات، بتقول له طب هاي الأصوات شو بتحكي لك؟ إذا قال لك الأصوات هاي بتقول لي أنت واحد هامل، أنت واحد زبالة، أنت نكرة، أنت أساسا لازم تنحط تحت المدحنة ويفرموك، يخلصوا منك. إذا كانت الكلمات زي هيك خلص وي ستوب. بس إذا قال قاعد بيحكي لي إني أنا لازم فلان أخلص منه. مين فلان؟ فلان بكون عمي. طب عمك هذا شو قصته معك؟ لا، بصير عليك إلزاما إنك تعرف إنه هذا الشخص اللي هو اسمه عمه يجب أن يحذر من هذا المريض، لأنه هذا الشخص يعاني من auditory hallucination. بتقول له اقتل عمك. كثير من الجرائم اللي بتصير بسبب إنه التمريض والأطباء ما بتدخلوا صح في هذا الوقت. باقي أنواع hallucination visual gustatory tactile olfactory ما بنسأل. بقول لك أنا بشوف، أو بقول لك أنا بشوف جنية، مش تقول له صف لي إياها، كيف شكلها، شعرتها شقر ولا حمر، حاطة مناكير بدون مناكير. ما بس تسأل عن أي تفاصيل تتعلق بأي نوع آخر من الهلسينيشنز. أوكي، طيب نروح الآن على disorganized speech. كلمة disorganized speech means impaired communication. ما سمحش واحد يقول communication، هي مش كم، هي communication في الفاظ. Impaired communication. Impaired communication means this person does not communicate with individuals اللي هم الآخرين in an appropriate way. Means there is a problem in the way he communicates with people. لما تحكي أنت مع الناس بتحكي بشكل واضح، منطقي، متسلسل، عقلاني، مفهوم. اختل هذا النوع من النوع من الكوميونيكيشن تختل الأمور كلياتها، ورح نيجي على تفاصيل أكثر لاحقاً على أنواع disorganized speech. الآن خلصنا الثلاثة الرئيسيين، بدنا واحدة منهم. نيجي على أربعة وخمسة اللي ممكن يكونوا موجودين وممكن ما يكونوا موجودين أصلاً. لأنه ممكن يكون عندي hallucination delusion. That's enough. كافيات. ممكن يكون disorganized speech و hallucination. Good enough. Delusion, disorganized speech. Good enough. لكن إذا none of the three اللي ذكرناهم موجودة، هذول الثنتين ما بكفوا to meet criterion A، وبالتالي المريض will not be diagnosed with schizophrenia. أربعة اللي قلناها odd behavior أو disorganized behavior، سلوكيات غريبة، غريبة الأطوار. ما اللي بتكون childish، عشان نسميها childlike silliness، الأفكار البسيطة الصغيرة اللي بتكون زي الأطفال. يعني لما يكون أدلت عمره 30 و40 و50 ويجي يقول لك أعطيني شيلن عشان أشتري سيجارة، بطريقة التعاطف الشديد اللي بعملها الطفل أبو عمره 3-4 سنين لما يبكي ويمشي زيهم، هم نسميها silliness behavior، سلوكيات سخيفة، وقفة، حكي، inappropriate sexual behavior، بخلع وعيك قدام الناس، بمشي بالشارع، بيضحك، بكشر، بيعمل حركات في وجهه غريبة. هذا كله مدخل ضمن إشي اسمه disorganized
behavior. الجزء الأخير negative sentence اللي بيجي على قاعدة الـ 5 A's. 5 A's effective flattering, يعني الشخص هذا شو ما حكيت له أي معلومة بضل irresponsive. Allogia means poverty of speech, يعني الشخص ما عنده dictionary عشان يكمل لك جملة. بتقول له كيف أمورك اليوم؟ بقول لك منيحة. بقول له شو أفطرت؟ بقول لك شاي وخبز وبس. بيكملش. مش قادر يحكي لأنه الدكشنري تبعه اتقطش. يعني زي تقريبا لما أجي أنا أكتب لك فقرة مكونة من 100 كلمة ماشي؟ بعدين أحكي لك أمسح أجزاء معينة منها وأحكي لك احكيها الجمل. بتلاقي حالك بتقطش. هذا الجزء لأنه المريض هذا بشكل أو بآخر السبيتش تبعه أو الدكشنري تبعه انعدم بسبب عدم وجود تواصل in the brain, فالمريض بيكون غير قادر إنه يكمل لك جملة واحدة مفيدة بهذا الاتجاه. Avolition, inability to initiate or resist in a goal-directed behavior. يعني مثلاً لقي كان يحلق لحيته ماشي بيحلق جهة وبيخلي الجهة الثانية, بيلبس البنطلون بيرفعه للركبة وبوقف, بيلبس فردتين فوق بعض يعني بيلبس بابوجين فوق بعض, ممكن يلبس الجاكيت وبعدين يلبس بيها القميص. ما بعرف goal directed behavior, يعني الشخص هذا غير قادر انه يؤدي ولو عمل واحد انه يكون هذا العمل الواحد كامل نهائيا. Anhedonia, inability to experience pleasure, بمعنى اخر this person has no kind of pleasure, ما عنده اي نوع من المتعة للقيام باي عمل ايا كان. لا بتضحكوا ولا تبسطوا ولا لا طلع برا بتبسطوا ولا القاعده جوا بتبسطوا ولا القاعده على التخت بتبسطوا ولا شو ما بتبسطوا, خلص عنده lack of interest and loss of pleasure and asociality. يعني هذا الشخص has no kind of interest, يعني الاي هون للنفي, no kind of interest in any kind of social interaction, ما بحب يتفاعل مع اي شخص كان, يعني مستعد يقعد 24 ساعه على التخت بدون ما يحكي كلمه بدون ما يرد على حدا حتى لو اللي حواليه عاملين زفه واعراض شاميه. ليش؟ لانه he has no interest at all. فهذول الفايف ايز بسموهم نيجاتيف سنتنس. طيب كرايتيريون بي بقول social occupational impairment. بعد ما خلصنا كرايتيريون اي, كرايتيريون بي بقول social occupational impairment. C بقول duration, continuous signs persist for at least 6 months, منهم شهر كامل عنده acute symptoms, شهر عنده acute symptoms, لكن الأعراض تتراوح ذهابا إيابا على مدى 6 شهور. هاي ملخص تقريبا النيجاتيف symptoms اللي تعطيك إياها كيف بيكون شكل الaffective blunting والالوجيا والأفاثي والإسوشاليتي إلى آخره. طبعا البعض يرى أنه الأفاثي موجودة محل الأنهيدونيا, والبعض يرى أنه لا, الأنهيدونيا والأفوليشن بتمثل جزئين مختلفين من الأفاثي اللي هي هون أفوليشن وألوجيا. طيب كراتيريون دي بحكي exclusion of affective disorder, مين أنه هذا الشخص لم يعاني بأي شكل مشكلة خلال 6 شهور من أي نوبات اكتئاب أو bipolar, ولا عنده medical or drug use, يعني الأعراض هاي لا تأتي بعد تناول نوع معين من الدرجز المخدرات أو ما شابه, أو لأنه عنده medical disorder. يعني شخص مثلا عنده هنسميها glioma. شو glioma؟ مين اللي ناجح medical surgical؟ مين ناجح عضلته جايب بي؟ ناش نقول A لأنه تعود A هسن بنفضح معاهم. شو يعني glioma؟ مين يقول لنا شو يعني glioma؟ هسن المفروض فتحته جوجل وعسى ليس لأختونا إياها. يعني tumor in the brain tissue. كثير من المرضى اللي عندهم tumor in the brain tissue بصير عندهم hallucination and delusion. كثير من المرضى الانكولوجي بصير عندهم hallucination or delusion. هذا medical disorder. الحوامل اول ما يولدوا باول 24 ساعة لمدة شهر بصير عندهم hallucination or delusion. بصير يشوفوا اشياء ما حد بيشوفها. عادي لا تستغربوا واحدة والدة جديد وتكون امها متوفيه تقول انا شفت امي دخلت علي الغرفه وحملت بنتي وبستها ورجعتها جنبي. عادي طبيعي جدا. عادي تسمع واحده والده جديده تقول لك انا سامع صوت بس بناوي جوا الغرفه. عادي جدا ما تخاف, اتس نوت ا ديزيز, طبيعي لانه هذا جزء من الميديكال بروبلمز. اف
not related to any developmental disorder. رح نجي عليه فيما بعد زي الـ autistic disorders بأشكالهم المختلفة. طيب الصفحة هاي بتلخص الـ criteria. criteria جمع criterion. criteria A, B, C, D, E, F. لحد هون هذا السؤال. أي سؤال؟ سؤال ديك سؤال عادي. حاطم نخفف جو شوي بلكي حدا نصحصح. وين الناس بتروح؟ مين اللي غادر هذا؟ زهق من المحاضرة وروح. خلينا نشفطه غياب. لأن راح في الدقيقة الأخيرة من المحاضرة حصور أنا غياب وأعرف مين كان موجود. فيش سؤالات عندكم؟ نشطوا. يا حسرتي. واضح دكتور. نشوف واضح بكره بيجي الامتحان بصير تقولوا بدل واضح تقولوا فضايح. بصير تقولوا جاب لنا اسئله فضائيه ايوه دكتور هي ماده بس يعني انت قاعد تشرحها ما شاء الله ومفصله بس هي لانها كاول مره من ناحيه مصطلحات بتمر علينا. ما عشان هيك انا حكيت اقرا قبل ما اجي لانه هاي المصطلحات الجديده لسه استنى شويه كهسه بس اجي بس يعني مش مره هاي يوم السبت ان شاء الله لما تسمع المصطلحات الثقاله تبعت السايك بصير تقول لذلك يعني من هسه بحكي لكم ديروا بالكم لازم تكونوا السبت قارئين الماده من بعد ما نخلص لانه اذا انت قرات الماده كويس راح يكون في عندنا ما لا يقل عن 200 مصطلح جديد بمروا عليك طبعا انا لئيم وانا قاعد بحكي معكم قاعد بصور فيديو على اسماء الحاضرين عشان اللي مش حاضرين نسجلهم غياب عشان ما نطفي السحباي رجعت 47 مين هذا اللي كان هارب ورجع يعني راح يسوي قهوه ولا راح يسوي شاي ولا شو قصتهم طيب والله انا فضايح انا يسجل يحطوا الجلسه هاي اونلاين وينشروها للناس على المواقع ويقول لك طلع كيف الاونلاين اديوكيشن طيب بدون مش يعني نشوفكم عشان ما نعرفكم دكتور وانا قبل شوي برضو طلع يعني طلع النت فصل عندي كامل فانه طلعت ورجعت مش بس مش انا يعني ممكن تكون نفس الشيء اللي طلع عرفت ما شاء الله عليك محامي الدفاع لا لانه طلع معي برضو نفس الشيء طبعا العقلية يعرف مين هذا الشخص بلكي هذا الشخص اساسا طلع راح وما رجعش اساسا واللي دخل محله دخل واحد جديد اساسا ما كانش حاضر من اوله لانه في سبعه مش موجودين مشتاقين له ونشوف نسمع اصواتهم ونشوفهم طيب نكمل الاسوسييت فيتشرز يو كان ريد ات لانه هذول عباره عن احنا بنسميهم زي كوموربيد يعني اعراض ممكن تكون مصاحبه للاعراض الرئيسيه عشان هيك لازم تقراوهم وتتاكدوا منهم ما بهمونا كثير لقدام شوي رح نتعرف على اشياء اكثر اهميه من هذا الموضوع هاي الاسوسييتد فيتشرز يعني الاعراض اللي ممكن تكون موجوده بالاضافه الى الاعراض الرئيسيه الconsequences اكيد social occupational impairment these people ذكرت سابقا انه بكون عندهم low employment ان social relationship بتكون تعيسه mainly divorce نيجي على النوع الاخر من schizophrenia spectrum اسمه كاتاتونيا تذكروها على كاتالونيا الشباب البرشلونيين اللي صاحيين كاتاتونيا the catatonia is a clinical picture is dominated by three or more of the following symptoms. Three or more. رح تسمعوا هاي قصة three or more, two or more, or at least one في عالم السايك هيك عنا. غير عن كل الدنيا احنا. ما بنقول انه لازم يكون ال HbA1c لازم يكون seven or above. ما عناش ارقام زي هيك. نقول احنا في عنا كرايتيريا مجموعة شروط عامة لازم يتوفر منها عدد معين. اذا توافر هذا العدد بتكون امورك في السليم. Clinical picture is dominated by three or more of the following symptoms. One or two of the following symptoms are present for at least two weeks. هسه هاي السلايد فيها ثلاث أشياء. منيح؟ فيها stupor, excitement, posturing. بعدين في عندنا negativism, mannerism, stereotype, agitation. بعدين في عندنا posturing, rigidity, walks of flexibility, catalepsy, mutism. الواحد اللي هي one or two of the following من هذول الثلاثة هذول راح يتكرروا فيما بعد stubbornness يترجموها بالعربي الذهان
الدهان means marked decrease in reactivity to the environment. هذا الشخص بيكون قاعد زي اللي صافن. كيف لما انت تصفن وتصير disconnected from the real world around you, هذا the same can with this person. He is tougher. مش stubborn. إذا بتحيب بتغير الـ P لـ B بصير اسمه عنيد. Stubbornness, عناد. Stubbornness means ذهان. This person is losing contact with surroundings. فبتحسه كأنه صافن. كيف لما تكون قاعد جنب صاحبك ويسرح ويقول له هاي وينك وين رحت؟ بصحى. بس هذا المريض ما بصحى. بتأشر له بتخبطه 50 كف بتقلبه على جريه بتسحله بالأرض بتحطه بغلاية سخان مغلي ما راح يرد عليك لأنه he lost contact with reality أو the surrounding reality. يعني عشان أقول لك it seems as in coma but still aware about the environment. كيف يعني؟ يعني he loses contact بمعنى he cannot respond to لكنه he knows that this is real. إذا صحي من stubbornness بقول لك شو عملت أنت فيه. Excitement, purposeless, more activity. بتلاقيه دائما بلف بمشي رايح جاي بصل من الحيط للحيط من الباب للباب بمسك بروح بتحسه كأنه معجوق. كيف الشخص اللي بيكون كثير نشيط لأمر ما هذا الشخص بيكون زي هيك. بس المشكلة إنه ما في سبب. يعني ممكن تدخل على القسم انت تلاقي المريض رايح جاي من الناشنال ستيشن للغرفه للنادي للبره للدرج الى الشباك بقف كانه بيستنى بشيء معين حدث كبير عظيم بس تسال شمال يقول لك nothing ما في شيء لانه مش منه. It's about chemicals in the brain. Posturing voluntarily voluntarily or voluntary assumption and maintenance of inappropriate or bizarre position. جلسة أو وضعية معينة في الجسم غريبة الأطوار. أي جلسة تكون غريبة الأطوار مش قاعد رجل على رجل لا ممكن يكون حاني حاله ومادد راسه جنب الباب وبحاول يدخل راسه من يعني الحفة البسيطة جدا اللي جنب الباب وراكب إيديه وقاعد بطريقة مش طبيعية. يعني إذا أنت شفت وضعية الجسم مش طبيعية اعرف إنه إيش إنه there is إيش اسمه posturing. One or two من هذول الثلاثة بتكون أساسية ضمن three or more. يعني إذا الثلاثة هذول موجودين خلاص ندورش على البقية. بس إذا واحدة منهم موجودة ندور على الثنتين ثانيات يكملوا. إذا الثنتين موجودين ندور على ثالثة. إذا الثلاثة موجودين هيكون خلصنا الكرستة. النيجاتيفيزم motiveless resistance to any attempt to move the patient. تعال حركه ما برضاش يتحرك. شدوا 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 ما بقدرش يقوم. بحسوا انه كانه حدا دار عليه صبه اسمنت وحطه محله لن يتحرك ولا يرد لك ولا يتفاعل معك نهائيا. مانيرزم اد موفمنت جول دايركتد بيكون قاعد بيعمل بحركه معينه غريبه الاطوار كل شويه وهو رافع ايده بالهواء وعامل حركه غريبه او بحرك اصابعه ايديه بطريقه بهلوانيه مضحكة بالنسبة إليك عشانها غريبة غير مقبولة أنت مش عارف شو السبب. يعني من الشغل يعني الأشياء اللي ممكن تشوفها بالمستشفى إذا كنت مداوم ممكن المريض يكون واقف جنب الحيط يطل رأسه من الشباك يطلع على النيرسينج ستيشن ويرجع تقول طب شو بده هذا؟ هذا اسمه ستيريوتايب. اللي ستيريوتايب إنه repetitive abnormal frequent إشي not go directed. اسأله يقول ليش تعمل هيك؟ يقول لك ما في شيء بس كل شوي وطار راسه من الشباك وراجع. لكن إذا كان بيعرف ليش ماشي بقول لك ولا شيء بس ده شوف النيرسز. إذا قال لك ليش بتكون مانيرزم. إذا ما قال لك ليش بتكون ستيريوتايبر. agitation طبعا مش كلهم بيكونوا موجودين قلنا احنا بدنا ثلاث. agitation حالة هيجان شديدة جدا دون سبب دون سبب. يعني ممكن يكون قاعد المريض جنبه مريض زميل له يقوم قد ما الله يعطيه ويخبطه هالكف ينزله بالأرض تقول له شو مالك شو صار معك يقول لك ولا شيء ضربت زميلك ما بعرف ضربته ما بعرف فيش سبب. not influenced by any external stimuli. echolalia mimicking another speech بيقلد كلام الآخرين. وإيكوبراكسيا بيقلد حركات الآخرين بس مش ريبيتيتيف. يعني مش يضل يعيد فيها ويعيد فيها ويعيد فيها ويعيد فيها. يعني ممكن يكون قاعد بيقلد عصام الشوالي
وبيعاد كمعلق رياضي وكل شوي ينط يقول لك بقول لك بالمليمتر يا حبيبي بالمليمتر. هسه شباب بعلقوا علينا مش شيطان الشوال لحال بيقلد كلام ناس اخرين وحركات ناس اخرين بدون اي سبب ودون يعرف حتى ليش بيعمل هاي الحركات. هل ممكن يقلد حركات وكلمات التمريض؟ نعم. الاطباء؟ نعم. مرضى اخرين؟ نعم. اي شيء بيعمله اي شخص اخر ممكن يعمل زيه. يعني ممكن تلاقي اجيت انت بتداوي بتنادي على سعيد من الناس مريض، سعيد قام وقف، محمود اللي عنده هاي الاعراض برضه كان موقف جنبه بتقول لا انا بدي سعيد، بقول لك طيب طب انت ليش وقفت؟ ما وقفت يعني مش عارف. بتقول له امسك يا سعيد، سعيد بمد ايده، هو كمان بمد ايده، بتقول له لا انا قصدي سعيد مش انت، فمش هيستوعب عليك لانه هيز ميميكينج اذرز موفمنتس. ممكن تقول له شو اخبارك سعيد؟ يقول لك منيح، يقول لك منيح، بيكلم بيقلد كلام سعيد. هذا هو الموجود. اوكي posturing ذكرناها سابقا، rigidity maintenance of rigid posture. هون الشخص بيكون very rigid لكن he may يعني يحاول يقاومك بس بتحس ان جسمه ثابت. هذا بدخل ضمن النيجاتيفيزم اللي حكينا عليه من ضمن الثلاثه. الwalk flexibility لسه ما walk flexibility، في resistance لكنه slight، يعني تيجي تحرك ايده في مقاومه بس لكن تتحرك، بتحركه زي اللعبة، كيف اللعبة الصغيرة البلاستيك بتحرك إيدها هيك وإيدها هيك، لكنه هذا عنده شوية مقاومة لكن بتقدر تشكله زي ما بدك. طبعا راح أحكي كلمة كثير مهمة بتخلص هاي الجزئيات. كاتاليبسي passive induction of posture held against gravity، بقعد بطريقة غريبة جدا، بتلاقيه نايم حاطط إجريه على التخت ومنزل راسه على الأرض عكس الجرافيتي، بتقول له يا سعيد قوم نايم منيح، يقوم بنا بمني عادي برد عليك. بس طب دكتور نفس البوسترينج إذا هيك هسا البوسترينج، البوسترينج يعني ميلي بيكون odd situation، يعني ينام against gravity إذا كان الوضعية passive، يعني بيفرض على حاله حالة من يعني normal gravity إنك أنت تمشي بطريقة معينة. هذا مشكلة، يعني بدنا نقول لكم دير بالكم، حاولوا قدر الامكان اذا بتقدروا تدخلوا على بعض المواقع او اليوتيوب تشوفوا هاي الساينس كيف بتكون موجوده. اجينست جرافيتي بكل بساطه ميز انه وضعيه الجسم تمشي بطريقه معينه بتسهل عليك الحركه عشان يكون في توازن. الكاتاليبسي في باسيف اندكشن، يعني في اجبار للذات عليها. البوسترينج سبونتينيوس، عفويه. عرفت كيف؟ الفرق ما بين احكي انه الامر عفوي وهناك انت الزام نفسك انك تكون عكس الجرافيتي. يعني مريض واقف على ايديه وراسه ورافع جريه وراكع على الحيط، هذا against gravity وبده اياه هذا position، he is forcing himself toward. فالشخص اخر ممكن يكون قاعده متعبه جدا، يعني قاعد على طرف الكرسي يا دوب جزء من جسمه راكع على الكرسي وثلثين جسمه برا الكرسي، فهو بقى ويقع، ممكن يقع مرة ويرجع مرة ثانية ويقع مرة ثالثة ويقع ورابعة ويقع، هذا posturing. لكن الكتاليبسي very passive، إشي aggressive. الميوتيزم إنه الشخص لا يتحدث نهائيا، شو ما حكيت معه شو ما سويت معه مش راح يرد عليك وراح يضل negative نهائيا، he will not respond at all. الآن هذول الأعراض تبعت الكاتاتونيا إحنا بنخاف منهم لأن الناس they will actually victimize them. شو يعني to victimize them؟ مين يفسر لي victimization لهذول المرضى؟ انه بيستغلهم؟ شو يعني victimization؟ مين يجاوب؟ هذا رفع victim؟ احكي من victim اللي هي باستخدامهم كضحية او شيء. طيب فسرينا إياها كيف يعني؟ ممكن إنه من أعراضهم هذول إنهم بيستخدمهم كضحية أو شيء. يعني أخدعه أو أحتال عليه. طيب كويس، محاولات كويسة. كمان مين دي حاول كمان؟ يلا بدي ناس متصحصحين متعاطيين كويس، متعاطيين علم طبعاً، يعني مش كل التعاطي سيء، في تعاطي احترام وتعاطي كرامة
وفي تعاطي هبل. يلا مين دي يحكي لنا كمان شو يعني victimization؟ Why do we afraid that these people with catatonia they might be victimized؟ victimized mean إنه يساء إليهم من قبل الآخرين. يعني ممكن تشوف المريض تكشف عن جسمه تلاقي المرضى الآخرين عاملينه زي المتكة الدخان بيطفوا فيه السجاير. مريض قاعد جنبه بيقول لك اسمع ترى هذا المريض اللي اسمه سعيد فلا عليه بيجي عليه بيخبطه كف قد بالله يعطيه بيقول له بردش علينا. لأنه المريض هذا لما بيكون عنده loss of contact with the environment أو real world around him فبالتالي they will victimize him يعني بمعنى آخر يصبح ضحية للآخرين حتى قد تصل أسواها إلى أي نوع من victimization. شو أسوأ نوع من victimization؟ نعطيكم علامة بونص سريعة لواحد سريع يلا واحد سريع البديهة. شو أسوأ نوع من victimization؟ ممكن sexual دكتور. أيوه ممتاز سريع. مين أنت؟ ركان تذكر تحط لحالك بونس 1. sexual abuse بعض المرضى ممكن يكونوا sexually abused as part of victimization. السرعة مهمة برضو للإجابة يعني هذول الشباب ساكتب مساعد البنات من بيشاركوا بالأخير نط شاب واخذ علامة أحسنت ركان والمرة الجاية بدنا البنات يكونوا أسرع من الشباب إن شاء الله. نكمل دكتور أنا لسه كنت بحكي حرف الاس اللي هو ركان جاوب نطيتي من قلت على السرعة. يلا خير إن شاء الله. سكيزوفرينيا بتمر بثلاث مراحل. المرحلة الأولى بنسميها سكيزويد بيرسوناليتي ورح نيجي عليها لما ناخذ بيرسوناليتي ديس أوردر. ثم المرحلة الثانية هو فعليا أربع مراحل مش ثلاثة بس احنا بنعتبر السكيزويد بيرسوناليتي جزء من بيرسوناليتي ديس أوردرز. بعدين في المرحلة الثانية بسموها برودرومال. الصورة هاي واضحة برودروم اللي ايرلي ساينز اوف ريسك تظهر عنده الأعراض بطريقة فيري اكيوت. اوكي بعد البرودرومال بيصير المرحلة الثالثة اللي هي سكيزوفرينيا. كل الأكيوت سيمتومز والسايلنت سيمتومز سكيزوفرينيا اللي كراتيرين A B C D E F تظهر عنده منيح. ثم بعد ذلك ريزيديوال فيزز اللي بتكون مينلي نيجاتيف سيمتوم أي تظهر الأعراض بشدة في البداية كأعراض بداية. يعني ممكن المريض يبلش يقول لك يا أخي هذا العالم معقول يكون حقيقي؟ ترى يعني هسه أنا ممكن أحكي لكم معلومة عن جد تدوخكم. هل تعلموا أن أحد المدارس الفكرية الإسلامية بشكل أو بآخر تدعي أنه الحياة اللي احنا عايشينها الآن هي الحياة المكررة بعد الخلق الأول؟ أي احنا الآن في الخلق الثاني. في الخلق الثاني أي احنا الآن نقلد الخلق الأول. ما حدش ناقشني في الموضوع لأنه راح تنسطله. Which means أنك أنت أساساً عشت هاي الحياة وجربتها وشفتها ومتت وبالتالي اللوح المحفوظ عادك مرة أخرى روحا تعيش الحياة مرة ثانية. لذلك ما تتوقع في المستقبل قد يكون أساسا لأن الروح أساسا عاشت هذه الفكرة. عشان هيك البعض بيقول لك يا أخي هذا الموقف ما رجع علي أو كنت متوقع أن يصير هيك. من وين جاء هذا الحدث؟ هو ما جاك هذا الحدث لأنه هاي المدرسة بتقول لك لأن الروح عاشت هذا الحدث سابقا وكنت تعلم أنه سيحدث بناء على أن الروح عاشت هذا الفكر. فأنت عشت حياتين، حياة حقيقية مسجلة ستحاسب عليها وحياة واقعية الآن أنت تشاهدها دون أن تعلم أنك عشت سابقا. طبعا هذا نوع من يعني psychological disturbances لكن هي مدرسة فكرية وفيها علماء وناس بينادوا فيها وبيقول لك هذا اسمه تخاطر أرواح وتناسخ أرواح لا ترد عليهم. تبدأ هذه الأعراض بالظهور في البرودروم ثم تحتاج للسايكوتيك إبسود بيصير كل شيء أكيوت. ثم لما شخص يتحسن بيظل عنده بعض النيجاتيف سيمتومز بتروح الأكيوت سيمتومز تاعت هلوسينيشن والديليوجن والديسأورجنايزد سبيتش وبتخف الديسأورجنايزد بيهيفير. بتظل النيجاتيف سيمتومز موجودة لفترة أطول لكن بتلاحظوا أنه البداية المرض ليس كنهايته بمعنى أنه الأعراض في البداية قد تكون أشد من نهاية المرض إذا تجاوز بنجاح فكرة الأكيوت stage. عشان نفهم هذا الموضوع صح لازم نفهم شو يعني negative symptom أو positive symptom. positive symptoms هي hallucination و delusion و disorganized speech و behavior. حلو؟ يعني أول أربع إيش؟ أول أربع signs of the first criterion. ذكروا criterion A hallucination, delusion, disorganized speech, disorganized behavior. هذا بسميهم positive symptoms. أما النيجاتيف سيمتومز اللي سميناهم the five A's اللي هم كانوا تحت قاعدة النيجاتيف سيمتوم. صح؟ نتذكر هاي المعلومة كويس لأنه كمان شوي رح أبلش أخربط فيكم عشان أقولكم إنه
طبعا هذول تو سلايدز مش كثير مهمات بالنسبه لنا لانه بس نيجي كمان شوي على الساين سيمتومز راح نتحدث عن شيء اسمه سايكوتيك سيمتوم ونان سايكوتيك سيمتوم. فبالتالي جزء كثير مهم نفهمه هون انه النيجاتيف سيمتومز هي كرايتيريون نمبر او هي ساين نمبر 5 في كرايتيريون A، بينما البوزيتيف سيمتومز هي كرايتيريون A من البند 1 2 3 4. اوكي this is very important ان نفهم. طيب حكينا على البريفالنس سابقا وريسك اوف سويسايد، وذكرنا انه الريسك اوف سويسايد هي بسبب الهلوسينيشن قد تكون، لذلك ما عندنا اخبار فيما اذا كان الشخص فعليا مصاب ب سوري committed suicide because he actually has hallucination or delusion or because of any other kind of reasons. معظم المرضى اللي بيكون عندهم schizophrenia and they die because of suicide we will never be able to identify. لكن during the course of the treatment إذا ظهر عند المريض any kind of hallucination اللي هو delusional sorry auditory or visual بحكي له على أساس قاعدة إنه ممكن يكون في شيء command of harm بنقول this patient is at risk for suicide. ترى أنا بحكي بسرعة يعني فلازم تتهدوني. دكتور. كيف يعني خرفي. positive symptom negative symptom. ما سمعتك عيد الخرافة. كيف يعني positive symptom negative symptom. إحنا بنقسم الأعراض تبع المريض إلى قسمين، قسم بنسميه positive قسم بنسميه negative. ليش بنسميه positive؟ لأنه it's an elation in the brain يعني under the effect of dopamine لما يكون high. عشان هيك قلنا بعض النيوروترانسميترز تعتبر إيش؟ excitatory. This person is excited in the brain, that's why he has an elation in mood. فبتظهر الأعراض اللي نسميها positive signs, positive psychotic symptoms واللي هي الأربعة الأولانيين. سميناها negative لأنه these symptoms are mainly inhibitory which means إنه the major functions كلها inhibition. لو طلعنا على signs بنلاقي إنه affect is blunting، شخص بردش بسمع لك شو بطلعش عليك. اللوجيا اللي حكينا عليها، evolution اللي هي تبعت الـ non-goal directed behavior، anhedonia loss of interest and كذا، agnosia inability to recognize familiar situation or persons أو social withdrawal. هذول كلهم عبارة عن inhibition. فهذا inhibition of functions in the brain بتأثر في السلوك فتظهر سلوكيات negative بناء على inhibition in the brain. okay اوكي طيب نيجي على سكيزوفرينيا فورم سكيزوافكتيف ديس اوردر. لمحات راح تلاقوني بحكي كاني سكيزوفرينيا تو اور مور ذا فولوينج ايتش بريزنت فور سيجنيفيكانت بورشن اوف تايم ديورينج 1 مانث بيريود. نفس الكرايتيريون اي ات ليست وان اوف ذيز ماست بي 1 2 3 اللي هي هالوسينيشن ديليوجن و ديسورجانيز سبيتش برودرومال اكيوت اند ريزيديوال اوكيرز ات ليست فور 1 مانث اند ليس than 6 months. شو كان كرايتيريون سي تبع الديوريشن في سكيزوفرينيا؟ at least 6 months. صح؟ مركزين مش مركزين؟ بكرة بيجي سؤال بتصير تقولوا من وين جبنا إياها؟ في السكيزوفرينيا as a disease at least 1 month. At least for 1 month and at least for 6 months. At least for 6 months. ليش؟ لأنه لما نحكي 6 months means high criterion C for at least 6 months. بينما هون less than 6 months. في schizoaffective disorder with schizophrenia form راح نشوف إنه هون less sorry schizophrenia form less than 6 months less. اذا الفرق ما بين schizophrenia و schizophrenia form هو ان duration of the symptoms are less than 6 months بس، but الاعراض same as schizophrenia. علم في schizoaffective disorder اذا بتتذكروا في criterion B
حكينا انه the person has no kind of affective disorder, يعني المريض ما عانى لا من depression ولا bipolar ولا mania during the 6 months. هون المريض بتكون اجته at least one episode of affective disorder, يعني عانى ولو one episode of depressive disorder or manic episode. إذا الفرق بين affective schizoaffective disorder و schizophrenia إنه criterion B هنا violated, المريض عانى من أعراض إلى علاقة ب manic or depressive symptoms. ها صار لنا إيش شغلتين هنا, الفرق في عدد الأشهر هنا at least, هنا less than 6 months, هناك at least 6 months, وهنا في عنا manic episode أو affective or mood disorder stage. طيب delusional disorder, هناك في schizophrenia عندنا delusion hallucination disorganized belief disorganized behavior disorganized speech negative symptoms. هنا بقول لك at the presence of one or more delusions with a duration of 1 month or longer, بس يعني ما عنده hallucination ولا delusion ولا disorganized behavior ولا disorganized, عنده فقط delusional disorder نوع أو أكثر, ممكن يكون عنده 1, 2, 3, 4, 5 من delusions, وكم المدة 1 month or longer, very important يتم هذا الموضوع. وباقي الأعراض موجودة, باقي الشروط موجودة اللي هي إنه يكون في عنده mark social occupational impairment. بالdelusional disorder زي ما حكيت ما تركز على إنه الشخص لازم يكون عنده one kind of delusion, ممكن يكون أكثر من نوع من الديليوجن وهذا متعارف عليه. في الغالب بيكونوا mixed. نيجي على brief cyclic disorder. The brief cyclic disorder means طبعا يعني إيش اسمه من اسمه brief. Presence of one or more of the following symptoms. At least one of these must be 1 to 3. نفس criterion A. وين المشكلة؟ قال لك the duration of an episode is at least one day. But less than 1 month. هناك شو كانت at least 1 month for more than 6 months. صح؟ For 1 month at least 6 months. هنا 1 day but less than 1 month. إذا أجت psychotic symptoms. ولاحظوا psychotic symptoms. والpsychotic symptoms اللي كان يسأل قبل شوية شو هم ال positive signs. هذول هم psychotic symptoms الأربعة. Delusion, disorganized speech, disorganized behavior. يعني ما في negative symptoms هنا. إذن أول شرط اختفى هو negative symptoms. ثاني شرط المدة الزمنية of 1 month into 1 day and less than 1 month. وصلت الفكرة؟ صح صحيح ولسه؟ معك. طيب ممتاز. إحنا وصلنا للي بدنا نوصله اليوم وهو عدينا الأنواع الرئيسية للسكيزوفرينيا سبيكترم, سكيزوفرينيا, كاتاتونيا, سكيزوافكتيف ديسوردر, سكيزوفرينيا فورم, and brief psychotic disorder. بالسكيزوفرينيا في عنا A, B, C, D, E, F, و A كان بيشترط أن يكون في عنا at least for 1 month and at least for 6 months للأعراض الرئيسية ل 1, 2, 3 اللي كانت hallucination, delusion و disorganized speech, وثم مكملة disorganized behavior و negative symptom. وكملنا الأعراض لكريتيريون B و C و D إلى آخره. ما في عنا affective disorder, ما في عنا duration لازم تكون at least 6 months و so on. وطبعا social and occupational impairment. لما جينا على الكاتاتونيا الأمر كان متعلق ب response to the environment. This person is losing connection أو response to the surroundings, the surrounding environment. لما جينا على brief على schizoaffective disorder قلنا الشرط اللي اختل هنا انه شرط B انه في عنا mood disorder يعني يا depression يا mania. لما جينا على schizophrenia form كان الشرط مختل هو شرط الزمن الوقت اللي هو انه المريض بدل ما يكون for at least 6 months كان less than 6 months. لما جينا على delusional disorder كل الأعراض اختفت بقي delusion one type or more than one type وكانت المدة for one, at least 1 day for more than 1 month يعني المدة الزمنية أكثر من يوم. لأنه زي ما قلت لكم طبيعي أحيانا بعض الأشخاص إنه يصير عنده delusion في يعني one shot of delusion, يعني إذا أنت ما صابك ولا مرة hallucination ولا مرة delusion أنت مش طبيعي.
الانسان الطبيعي لازم تجي one shot in his life يكون delusional, one shot in his life يكون hallucinating. ثم جينا على يعني احيانا لما ما ينام الشخص ممكن يصير معه اي سبب, ممكن يكون سبب من بالضبط, ممكن يكون سبب عضوي, قلة نوم او كيميائي او خلل في البيوكيمستري in his body, يعني الصوديوم بوتاسيوم كالسيوم فوسفورس مغنيسيوم كوبر كلهم هذول ممكن يختلوا, ممكن يعمل لك hallucination delusion. لكن one shot less than one day, لكن إذا كان more than one day and at least for one month هذا بيكون اسمه delusional disorder والbrief psychotic disorder. إذا انطبق عليك فكرة الأربع الرئيسيات اللي هم الكريتيريا تبع positive symptoms. راح نتوقف اليوم لهون, المرة الجاية راح نبلش من عند هذا الدوائر اللي هي اللي بتمثل البوزيتيف والنيجاتيف والنيوروكوجنيتيف, وراح نمشي ان ديتيلز على بعض الجزئيات اللي حكيناه راح نمر عليه سريعا, واللي ما حكيناه راح نتوقف عنده بطريقه اكثر تفصيلا. لذلك انا انصح الجميع انه المره الجاي يكون يقرا حتى اتليست, ها بدي اقول لكم لوين تصلوا, حتى اتليست, لانه احنا المفروض الاسبوع القادم نخلص يعني يقرأ السلايد 93 من سلايد نمبر تقريبا 56 بالضبط, من سلايد 58 لسلايد 96 تقريبا, هاي يقرأوهم تأكد منهم. طيب عشان نحكي على الموضوع تبع الأسايمنت, بتعرفوا إنه الأسايمنت تبعنا الاسايمنت تبعنا بيحكي انه بدنا نعمل زي جروبس. لذلك راح اتفق انا وآلاء لانه موحد, وننزل لكم ان شاء الله قريبا على التيمز, واول ما ننزل ببعث لتسنيم عشان تعملكم ريمايندر انه على التيمز نزل الاسايمنت في ديتيلز, فراح تقسموا انتوا على حسب المواضيع وبتجاوبوا حسب التعليمات, بس ينزل الاسايمنت وتقرأوه وتفهموه يوم السبت, بنحكي مع بعض وبنجاوب على الأسئلة المتعلقة بالأسايمنت عشان تعرف تشتغلوا عليه. لكن اللي بدي أحكي لكم إياه إنه راح ينزل اسمك على نوع معين, يعني كل أربعة تقريبا من أربعة إلى خمسة, في مجموعات خمسة وفي مجموعات أربعة, التبديل ممنوع تحت أي ظرف كان, اسمك راح ينزل على هذا الشغل لتشتغل أنت والجروب تبعك, بكنتوا تفكوا مع بعض كيف تلتقوا, كيف تشتغلوا أو كيف تتحادثوا وكيف توزعوا الشغل. وطبعا الشغل ممكن يكون موزع تلقائيا من قبلنا, فإنما إنما هو مكمل عشان النايم ما يأثر على الصاحي وش نشيط ما يشتغل عن خنسميه غير النشيط. أوكي, فقريبا تابعوا على التيمز, رح ينزل details about the assignment most probably by Saturday sorry by Friday Saturday morning, لما نلتقي إن شاء الله في محاضرتنا الساعة, إحنا أي ساعة تبقنا صحيح يوم السبت؟ الساعة 2:00 الساعة 2:00 يوم السبت الساعة 2:00 اللي بيكون عنده أي استفسار عن assignment إن شاء الله بنجاوبه. خلينا نوقف التسجيل, stop recording.